أهلا بكم أصدقائي طلاب الصف السادس الابتدائي، نكمل مع بعض دراسة يونت 1 في منهجنا كانت 6، والنهاردة هناخد ليسن 2 اللي بعنوان We Always Work Hard، نحن دائما ما نعمل بجد. نبدأ بقراءة الكلمات الأول. ميني فورست، ميني فورست، منطقة الغابة الصغيرة. أربن، أربن، حضري أو منطقة في مدينة. Earth Aid، Earth Aid، مساعدات الأرض. Effective، Effective، مؤثر أو فعال. Logo، Logo، شعار. Organization، Organization، منظمة. Foreign، Foreign، أجنبي. Region، Region، منطقة. Wildlife، Wildlife، حياة برية. كلمة كمان. Climate، Climate، مناخ. The Western Desert، The Western Desert، الصحراء الغربية. Snack، Snack، وجبة خفيفة. Competition، Competition، مسابقة أو منافسة. Naturally، Naturally، بشكل طبيعي. Volunteers، Volunteers، متطوعين. Data، ممكن نقولها data، اللي هي بيانات. Equal information، information، data، information. link، link، رابط إلكتروني. gymnastics، gymnastics، رياضة الجمباز. living things، living things، كائنات حية. effects، effects، مؤثرات. normally، normally، بطريقة عادية. movement، movement، حركة. locations، locations، مواقع. movie theater، movie theater، دار عرض سينمائي. the conjugation of verbs، نبدأ بالنوع الأول regular verbs. offer، offered، يعرض. A collect، collected، يجمع أو يجمع. join، joined، ينضم. ال irregular verbs become، became، يصبح. understand، understood، يعني يفهم. drive، drove، يقود سيارة. عندنا ال important expressions and prepositions، تعبيرات مهمة بتبقى أكتر من كلمة مع بعض، وحروف الجر طبعا. overtime، overtime، بمرور الوقت. look after، look after، يعتني بي. late for، late for، متأخر عن. at all، at all، على الإطلاق. a few times a month، a few times a month، مرات قليلة كل شهر. click on، click on، ينقر على. do a sport، do a sport، يمارس الرياضة. meet up with، meet up with، يتقابل مع. find out، find out، يكتشف. angry with، angry with، غاضب من. الجدول ده مهم جدا زي ما قلنا قبل كده، بيبقى جايب لي أهم جمل في الدرس اللي احنا هنقرأه اللي أقدر أستخدمها إن أنا أكتب باراجراف أو أتكلم عن التوبيك اللي عندي هنا. هنا مثلا لو طلب مني أكتب أو أتكلم عن الميني فورست، أقدر أستخدم الجمل دي وأقدر أجيب جمل أكتر من الدرس نفسه. ميني فورست، الغابات الصغيرة. ميني فورست is an organization which plants small areas of trees in the middle of our cities. بيقول لنا الغابات الصغيرة دي عبارة عن منظمة والتي تزرع مساحات صغيرة من الأشجار في منتصف المدن أو مدننا. The green areas help people enjoy nature. المساحات الخضراء دي بتساعد الناس إنها تستمتع بالطبيعة. We collect data from every forest we plant. بنجمع بيانات من كل الغابات اللي احنا بنزرع. تعال بقى نقرا الدرس بتاعنا. اللي هو ده بيقول لنا طبعا المفروض ان الدرس ده عبارة عن مقال او موضوع موجود على سايت on the internet، عرفنا من الشكل او الفريم بتاعه
طبعا المفروض إن ده Earth Aid، مساعدات الأرض، وعنوان الدرس بتاعنا What is Mini Forest؟ وجايب لنا في جنب كده Mini Forest logo، ده شعار المنظمة اللي هنتكلم عنها. Mini Forest is an organization which plants small areas of trees in the middle of our cities. الغابات الصغيرة أو الغابة الصغيرة هي منظمة والتي تزرع مساحات صغيرة من الأشجار في منتصف المدن أو مدننا. These special green areas help people enjoy nature and help our wildlife. بيقول لنا إن المساحات الصغيرة دي بتساعد الناس إنها تستمتع بالطبيعة، وبتساعد كمان الحياة البرية. الحياة البرية زي إيه كده؟ بيقول لنا like plants, animals and other living things، اللي هي عبارة عن النباتات أو الأشجار طبعا اللي هيزرعوها، والحيوانات اللي بتقدر تعيش في المساحات دي، وكمان أي other living things، أي حاجة تانية أو أي كائنات حية. At Mini Forest, we always work hard to find the best urban locations for our forests. بيقول لنا المنظمة بتاعة الغابة الصغيرة دي دايما بتعمل بجد لتجد أفضل مكان وأفضل لوكيشن في المناطق الحضرية أو المدن يعني، عشان يزرعوا فيها الغابات بتاعتهم. Where people and wildlife need nature most. الأماكن اللي بيختاروها أو اللوكيشنز دي بتبقى الناس والحياة البرية فعلا فعلا محتاجاها أكتر ما يمكن. We never grow foreign plants in our forests, in our projects. بيقول إحنا أبدا ما بنزرعش نباتات غريبة أو أجنبية في مشروعاتنا. We always plant trees that grow naturally in an area. غالبا أو دايما بيزرعوا أشجار بتنمو بشكل طبيعي في المكان ده. طبعا ده عشان يضمنوا إن الأشجار أو النباتات دي هتنمو، لأن المكان والمناخ مناسب لها. And we carefully look after them until they become a small forest. والمنظمة دي طبعا بتعتني بالمنطقة وبالأشجار دي لحد ما تبقى فعلا غابة صغيرة. We also usually work with local communities to plant and look after the forests over time. بيقول إحنا كمان غالبا ما بنشتغل مع مجتمعات محلية، وبيزرع عشان يزرعوا local communities دي بتساعد المنظمة دي إن هما يزرعوا ويعتنوا بالغابات دي طول الوقت. We collect data from every forest we plant a few times a month. بيقولوا هما بيجمعوا بيانات من كل الغابات اللي هما زرعوها كذا مرة أو عدة مرات في الشهر، يعني بيتابعوا، يعني يقصد إن هما بيتابعوا الغابات ديت، بيجمعوا يشوفوا الأشجار بتنمو كويس ولا في مشكلة وكده. This helps us understand the effects of the new green space on the people, wildlife, and climate of the area. بيقول طبعا المعلومات دي أو الحاجات دي بتساعدهم إن هما يفهموا تأثير المساحات الخضراء اللي هما عملوها دي على الناس. يا ترى عمل التغيير في الناس ولا لأ؟ أو الوايلدلايف، الحياة البرية، سواء مثلا طيور أو كده تقدر تعيش في الأشجار دي. وطبعا كمان الكلايمت، مناخ المنطقة دي، هل بيبقى فيه تغيير بعد زراعة الميني فورسز ديت ولا لا؟ We rarely have enough volunteers to help us with our projects. بيقول احنا نادرا ما بنلاقي متطوعين كفاية عشان يساعدوهم في مشروعاتهم. So we are always happy when people offer to help us. عشان كده هما دايما بيكونوا سعداء لما الناس بتعرض عليهم المساعدة. Click on the link to find out more. اضغط على اللينك ده أو الرابط ده عشان تعرف أكتر عن الموضوع. كده خلص الدرس دوت. المفروض نقراه كتير عشان نجمع جمل في دماغنا نقدر نستخدمها في كتابة paragraphs أو نحن نتكلم عن فكرة الميني فورس. عندنا باسج تاني، أو المفروض إن ده أوديو سكريبت، يعني حاجة المفروض نسمعها بس ما عندناش الأوديو لها، فخلينا نقراها. ده is a dialogue between Nadine and جميلة. بيسألنا سؤال أو بيقول لنا listen where do the friends decide to go on Saturday؟ أين الأصدقاء قرروا إن هم يروحوا يوم السبت؟ نادين
What do you usually do on weekends, جميلة؟ بتقول لها ما بتعملي إيه غالبا في ويك إندز اللي هي عطلات نهاية الأسبوع اللي هي غالبا الجمعة والسبت يعني. يا جميلة قالت لها I usually spend time with my sisters. أنا غالبا بقضي وقتي مع إخواتي البنات. We often go shopping in the city center. بتقول إحنا غالبا بنروح نتسوق في مركز تجاري للمدينة. Or we sometimes go to the movie theater. أو أحيانا بنروح السينما. What about you؟ ماذا عنك؟ أو ماذا عنك؟ نادين بتقول لها I don't very often go into the city. بتقول لها أنا مش غالبا بروح للمدينة. I usually stay at home and help my mom. يعني بتقول لها غالبا بقعد في البيت وأساعد أمي. But I sometimes visit my grandparents with my sister Angie and her kids. بتقول لها ولكن أحيانا بزور جدي وجدتي مع أختي إنجي وأولادها. جميلة. Where do your grandparents live, Nadine؟ بتقول لها جدك وجدتك عايشين فين؟ هتلاقي they live in the countryside on a farm. عايشين في الريف في مزرعة. It's near a town called Asyut. في مدينة تسمى أسيوط. Do you know it؟ عارفاها؟ It's on the River Nile. دي موجودة على نهر النيل. أسيوط. That's a long way from here. تقول لها ده بعيد قوي عن هنا. How often do you see them؟ بتشوفيهم ازاي؟ كم عدد المرات اللي انتوا بتشوفيهم؟ سوري. قالت لها about once a month. حوالي مرة في الشهر. My sister can drive. أختي بتقدر تسوق عربية. So she usually takes me in her car. غالبا بتاخدني معاها في العربية بتاعتها. And we always try to meet up for the holiday at عيد الأضحى too. تقول لها وإحنا دايما بنحاول إن إحنا نتجمع أو نتقابل في أجازة عيد الأضحى أيضا. We usually stay for a week at their house then. تقول لها وإحنا غالبا بنمكس أو بنقعد هناك حوالي أسبوع في بيتهم. جميلة. I love عيد الأضحى. بحب عيد الأضحى. We always meet up with my mom's family for the holidays. لا احنا برضو بنتقابل مع عائلة ماما في الأجازة. They are all great cooks and we always eat a lot. بتقول لها هما طباخين عظام جدا واحنا ده بناكل كتير في الوقت ده. نادين that sounds great. ده حاجة عظيمة. What about this weekend, Nadine? Are you busy? بتقول لها ماذا عن عطلة نهاية الأسبوع الأسبوع ده؟ أنت مشغولة؟ قالت لها not really. لا مش مشغولة. Do you want to do something together؟ تحبي نعمل حاجة مع بعض؟ قالت لها yes. Let's go to that new cafe in our neighborhood. بتقول لها خلينا نروح للمقهى أو الكافيتيريا الجديدة في الحي بتاعنا. It's near the square. بالقرب من الميدان. Nadine, yes, okay, it looks nice and we've got delicious date and honey cakes. بتقول لها ماشي تمام المطعم شكله لذيذ واحنا وهم سوري عندهم كعك عسل وتمر لذيذ. Saturday afternoon بتحدد يعني السبت بعد الظهر. تلاقي yes, that sounds great. I'll text you. هكلمك هبعت لك تكست يعني أكيد على الموبايل زي الواتساب كده مثلا. طيب عندنا جرامر أو اللانجوج بتاعنا الجرامر بتاعنا عن زمن البريزنت سيمبل تنس. طبعا اتكلمنا عنه قبل كده أخدناه بس لازم نراجع أهم حاجتين في أي زمن بندرسه جديد اليوسج إمتى بستخدمه وكمان الفورميشن شكله أو تكوينه أعمل جمل إزاي؟ طبعا بأشكال الجمل التلاتة بتوعنا الجملة الخبرية المثبتة والجملة المنفية والسؤال بالنوعين بتوعه. طيب نبدأ بالحاجة المهمة الأولى اللي هي اليوسج الاستخدام. إمتى بستخدم الـ present simple tense؟ بيقول لنا we use the present simple tense to talk about habits and routines. يعني لو أنا بتكلم عن عادات حاجة متعود أعملها أو روتين بكرره دايما بستخدم الزمن ده. طب الفورميشن بتاعه تكوينه
نشوف أول شكل من الجمل اللي هي الجملة الخبرية المثبتة الـ affirmative statements. أعمل إزاي جملة affirmative في الزمن ده؟ بيقول لنا في الزمن ده الفعل بيبقى له شكلين، يا إما بيبقى في الـ infinitive في المصدر، وده بيكون لو مع ضمائر الفعل اللي هي دي I, you, we, they، بناخد الـ verb على الشكل ده اللي هو الـ infinitive. يا إما بيبقى infinitive plus s or es or is، ده بيبقى مع الضمائر اللي هي he or she or it. يعني هقول I eat lunch at 2 p.m. every day، بتكلم هنا عن عادة، فبقول أنا باكل الغداء الساعة كذا. لو بتكلم عن he هقول له he eats lunch at 2 p.m. every day. دي الجملة الخبرية المثبتة مع كل الأفعال العادية. عندي فعلين بس هما اللي ما بينطبقش عليهم القاعدة دي، اللي هو أهمهم طبعا verb to be، فعل يكون. هو شكل الفعل اسمه be، ولكن لما باجي أستخدمه هو شكله بيتغير تماما. له 3 أشكال، بيختلف شكله على حسب ضمير الفاعل اللي جاي معاه أو السبجكت. لو كان ضمير الفاعل I ف verb to be هيبقى شكله معاه am، هقول I am أنا أكون. لو كان ضمير الفاعل he or she or it أو أي اسم مفرد بيبقى verb to be شكله is، بقول he is هو يكون، وهكذا. لو كان you or we or they أو أي اسم جمع بيبقى verb to be شكله are. أوكي، لازم نحفظ طبعا كل ضمير من دول بياخد أنهي شكل من verb to be. عندي أمثلة للكلام ده، بقول I am 10 years old، أنا أكون عمري 10 سنوات. He is a chef، هو يكون طباخ أو طاهي. طب فيرب تاني اسمه فيرب تو هاف، اللي هو يمتلك أو لدي. هو مش غريب أوي زي فيرب تو بي، هو بس بيختلف إن طبعا الضمائر دي عارفين بيجي الفعل في الانفينيتيف، فهو بيبقى شكله هاف زي ما هو، ولكن الضمائر اللي المفروض نحط اس ما عندناش حاجة اسمها هافز، ما ينفعش أزود اس الهاف، ولكن بغيرها خالص وخليها has. يبقى بقول I have one brother، أنا لدي أخ واحد. He has a green bag، هو لديه شنطة خضراء أو خضراء. طيب يبقى كده شفنا الجمل المثبتة في الأفعال كلها أو الأفعال العادية، والفعلين اللي هم مختلفين شوية. طيب نروح للنيجاتيف. لو حبيت أعمل جملة negative statements، جملة منفية، في الحالة دي بنضطر إن إحنا نروح نجيب حد يساعدني عشان أسند عليه كلمة not عشان أنفي الجملة. فبنجيب مين؟ بنجيب يا إما do يا إما does. بس ناخد بالنا مع الضماير دي اللي هي I, you, we, they أو أي اسم جمع، بجيب do وأسند عليها not، يبقى do not، أو ممكن اختصرهم يبقى don't. أوكي، وبعد كده الفعل الأساسي بتاعي بيبقى في المصدر زي ما احنا شايفين زي go. طيب لو كان ضمير الفعل he or she or it أو أي اسم مفرد، قالنا had does وأسند عليها not، يبقى does not أو doesn't. وبرضو بما إن do أو does موجودين يبقى فعلي دايما دايما هيبقى في الانفينيتيف go. تعالوا نقول المثال، هقول I don't go outside، أنا لا أخرج بره أو بالخارج. لو هيبقى الفعل he هقول he does not or doesn't go outside برضه. طيب نكمل. هو للأسف هنا ما جبناش لما بنفي، بس حتى عايز أقولها. نرجع تاني، ده طريقة النفي دي للأفعال العادية اللي هي زي كانت فوق هنا، اللي هي زي eat eat. بنقول مثلا لو عايز أنفي دي هقول I don't eat، وهنا he doesn't eat. تمام، أمال لو كان verb to be هو الفعل بتاعي هل هجيب له don't أو doesn't؟ لا، verb to be برضو غريب في النفي، مش بنجيب له حاجة تساعده لأن هو ما بيحبش حد يساعده، هو بيساعد نفسه، فمش هجيب له don't ولا هجيب له doesn't. أمال هعمل إيه؟ هو نفسه بيشتغل كهيلبنج فيرب وبينفي الجملة. يعني not اللي أنا كنت بسندها على do أو does هسندها على الفيرب to be نفسه،
يبقى عايز أقول هنا ثواني أقلب اللغة، عايز أقول أنا لا أكون، هقول I am not. أوكي، عايز أقول هو لا يكون، هقول he is not. أوكي، عايز أقول هم لا يكونوا، هقول they are not. طبعا أنا أقدر أختصر الحاجات، أقول طبعا ممكن أختصر الآي مع الآم وأقول I am not، ولكن آم ونوت ما بيختصروش مع بعض. لكن هنا أقول ممكن بدل ما أقول is not أقول isn't، وبدل ما أقول are not أقول aren't. أوكي، فيرب تو هاف اللي هو كان غريب في الجملة الخبرية مش بيبقى غريب في النفي، لأن بجيب له don't أو doesn't عادي جدا. فلو أنا هنفي هنا هقول I don't have. Okay. طب لو هي هنقول he doesn't و has، ترجع لمصدرها تبقى have، قول he doesn't have، زي ما اتفقنا ان الفعل مع doesn't بيرجع للمصدر. طيب نكمل ونروح بقى للشكل الثالث من الجمل اللي هو الانتروجيتيف او اللي هو الجمل الاستفهامية. طبعا احنا عندنا نوعين من السؤال او الكويستشنز، يعني نوعين من السؤال في الانجليش. النوع الاولاني اللي هو يس اور نو كويستشن، سؤال بنجاوبه بيس اور نو، او بالعربي اسمه سؤال بمعنى هل. والنوع الثاني من الكويستشنز اللي هو ال دبليو اتش كويستشن، السؤال اللي بيبدا بكلمه الاستفهام. لو انا هعمل الاول يس اور نو كويستشن، برضه بضطر حد يساعدني عشان يطلع اول الجمله ويعمل سؤال، فبضطر اجيب برضو زي ما كنت بجيب في النفي do او does، بجيب برضو في السؤال do او does احطهم في اول الجمله. طبعا مع الضماير دي I you we they بجيب do، طبعا فعل الاساسي في المصدر زي ما هو، ولكن مع he و she و it بجيب does. وما ننساش ان في وجود does سواء في النفي او في السؤال فعل الاساسي دايما دايما هيبقى في الانفينيتيف. فعشان كده لو انا هعمل سؤال هقول لك do you like meat، هل أنت تحب اللحم؟ Does he like meat؟ هل هو بيحب اللحم؟ طبعا بجاوب على الأسئلة دي yes or no، وبعدهم كوما، وباخد أول كلمتين في السؤال وأكررهم في الإجابة. يعني Do you like؟ أقوله yes I do. Does he like؟ يبقى yes he does. Okay. طب النوع التاني من الكويستشن اللي هو ال WH question، نفس اللي عملناه فوق، ولكن هنزود الكويستشن وورد في الأول، كلمة الاستفهام، وبعد كده برضو بنجيب من عندنا دو أو داز قبل الفاعل، وبعد كده المصدر. الفعل بتاعي دايما في الانفينيتيف في المصدر. عشان كده هقول مثلا لو أنا هسأل نفس السؤال اللي فوق ده هقول what do you like، ماذا أنت تحب؟ what does he like، ماذا هو يحب؟ أو زي ما هو مدينا في الإكزامبل what do you do at night، ماذا أنت تفعل في الليل؟ عندنا حتة زيادة برضو في زمن الـ present simple، حاجة مهمة جدا دايما بنستخدمها اسمها adverbs of frequency، ظروف التكرار. لو أنا بتكلم عن، إحنا أصلا الزمن نفسه بنستخدمه عشان أعبر عن habits أو روتين، عادات أو روتين يومي. طيب أنا عايز أعرف هو أنت العادة دي بتعملها قد إيه؟ أو الروتين ده بتكرره قد إيه؟ ففي الحالة دي بنضطر نروح نستخدم حاجة اسمها adverbs of frequency، ظروف التكرار. بيقول لنا we use adverbs of frequency before a verb، مكانها طبعا دي الكلمات بتاعت الادفيربس، بيوصف لنا مكانها فين في الجملة لما أجي أدخلها. بيقول لنا دايما بنحطها قبل الفعل، قبل الفعل الأساسي، ما عدا فيرب واحد بس اللي ما بيقبلش ده، اللي هو فيرب تو بي، اللي هو مختلف دايما في كل حاجة. بيقول لنا هو الوحيد اللي ما بيقبلش ان الادفيرب يجي قبل منه، هو بيخلي هو يجي الاول وبعد كده يخلي الادفيرب يجي بعده. وطبعا بنستخدم الادفيربس تو توك اباوت هاو اوفن ان اكشن هابنز، بنتكلم عن قد ايه او كم عدد المرات اللي الاكشن ده بنعمله فيه. طبعا الادفيربس نقراهم الاول never، وهنا عامل لنا مؤشر لعدد تكرار الاكشن ده قد ايه. never ده يعني ما بعملش الاكشن ده خالص، ابدا ما بعملوش never.
rarely نادرا، sometimes أحيانا، ده يعني 50-50 كده، 50%، often غالبا، usually عادة يعني كتير قوي 80% مثلا، always دائما يبقى 100% بكرر. نشوف الأمثلة ونشوف مكان الأدفيرب محطوط فين. We always work، إحنا دائما نعمل. شايفين هنا ده المين فيرب، فعل الأساسي، والأدفيرب جاء قبل منه. We always work hard to find the best urban locations for our forces، نحن دائما نعمل بجد. I'm usually، هنا شايفين verb to be اللي هو am جه الأول وخلى الأدفيرب يجي بعد منه، عكس باقي الأفعال في الإنجليش. I'm usually in bed before 10 p.m. أنا أكون عادة في السرير قبل الساعة 10. بيقول لنا معلومة كمان، لاحظ إن عند استخدام كلمة never في النفي، طبعا هي never لو استخدمتها يبقى كأني بقول هي zero، يبقى أنا مش بعمل الحاجة دي أبدا. طبعا في الحالة دي يبقى هي بتنفي الجملة بدون استخدام don't أو doesn't. بيقول لنا لو أنا استخدمتها في الجملة عشان أنفي وكان الفعل الأساسي فيه اس، فأنا مش باخد منه حاجة زي ما doesn't بتاخد من الفعل الأساسي أو does يعني. فعشان كده بقول he never forgets his school books، هو أبدا ما بينساش كتب المدرسة بتاعته. he never forgets. طب لو الجملة دي شلت never وحبيت أنفيها ب doesn't، أقول he doesn't forget، لأن does بتاخد الاس من المين فيرب، يبقى he doesn't forget his school books. طيب بيقول لنا ملحوظة كمان، إن غالبا الـ adverbs of frequency دي بستخدمها أصلا كإجابة على سؤال اسمه how often. how often يعني كم مرة أو كم عدد المرات. وطبعا بيقول لنا إن we use how often to ask about the frequency of an action، عدد مرات تكرار حدث ما. فعشان كده طبعا شفنا تركيبة السؤال قبل كده، how often do you مثلا play football، كم عدد المرات اللي انت بتلعب فيها كرة قدم، او how often does he play football. اوكي مدينا، بس لو انا جالي السؤال how often، زي ما قلنا ان هو بيبقى اجابته غالبا بنستخدم adverb of frequency، always، sometimes، never، أو لو مش هستخدم حاجة من دول فأنا لازم أستخدم تعبير بيعبر عن عدد مرات حدوث الفعل. زي إيه كده؟ زي الكلمات اللي قدامي دي، ممكن أقول لك أنت بتسألني how often مثلا بتعمل الحاجة دي قد إيه؟ أقول لك every day، كل يوم. أو ممكن أقول لك once، وأي مدة زمنية بقى، once a day مثلا مرة في اليوم، أو once a week مرة في الأسبوع، twice a month مرتين في الشهر، twice a week مرتين في الأسبوع، three times a year 4 مرات في السنة، three times a month 3 مرات سوري في الـ الشهر. وطبعا من أول three لأكتر بستخدم كلمة times، three times، four times، إلى آخره، إلى etc. مدينا أمثلة، بيقول لنا how often do you walk to school، كم عدد المرات اللي أنت بتمشي للمدرسة. قال لنا I never walk to school، أنا أبدا ما بمشيش للمدرسة. طبعا في الإجابة على السؤال ده هو استخدم واحدة من الـ adverbs of frequency، ولكن ممكن في السؤال ده بيقول لنا how often does he do his homework in the evening، كم عدد المرات اللي بيعمل فيها الواجب المنزلي بالليل أو في المساء. قال لنا he does his homework in the evening 3 times a week، 3 مرات في الأسبوع. هنا المرة دي استخدم تعبير أو time expression اللي يقول لنا عدد المرات فيه. البوك كويز ده هنحله طبعا في الهومورك، واللايف سيشن هنتأكد من الحل مع بعض، وعندنا كمان الباقي هنا. طبعا في الاكسرسايز ده بيطلب مننا ان احنا نقرا الجملة ونحط الكلمة اللي ما بين الأقواس دي بشكلها الصح هنا. اوكي
وده الجنرال اكسرسايزز على ليسن 2، طبعا هنحله في الهوم ورك برضو. وعندنا الصفحة اللي بعدها كمان اللي هي ديت، وبكده انتهى درسنا النهاردة. أتمنى يكون كان سهل، وكان درس طويل شوية بس اتس اوكي، انتوا شاطرين. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل شير للفيديوهات عشان أصدقائك كمان يستفيدوا. أشوفكم في فيديو قادم ودرس جديد. سلام.